دخلنا قالت لك شكون نتوما؟ عطيوني الصفه القانونيه. قلنا احنا ما عندنا حتى صفه، حنا عباره عن اولياء الامور. ها البيان ديال هاد الناس اللي على برا. قالت لك هذه ما عليها لا كاشي لا والو ملغيه. قالت لك اسكت. قالت لك اسيدي دوي على راسك على الابن ديالك، دوي على الابن ديالك، دخلوا عند تفرق دخلوا عند شحنتهم. انا قلت لها رجعي عندهم دخلوا عند تعجيزي. سي حنايا جينا لهاد اليوم مجموعين، خلاص جينا البارح. عندنا مشكل لان وليداتنا كما عارف المغرب كامل ان هاد التعليم عن بعد، كان هاد المشكل ديال التعليم عن بعد اللي ما عطاش الاكل ديالو. اولا حنايا كاباء تحملنا بزاف ديال المصاريف وتحملنا بزاف ديال الاعباء ملي جينا عنده باش يدير معنا شي حل كيف ما داروا جميع المؤسسات، ينقص لينا من لي فخي ديال شهر 4 وشهر 5 ويعفينا من شهر 6. ما بغاش يدير معنا شي حل. حنايا وكلنا مجموعه ديال الاخوان باش يجيو يتفاوضوا معاه، هو سميتو قال لهم جيو عندي كاملين، نشوفكم كاملين باش ندير معاكم الحل. ملي جينا عنده كاملين السيد قال لك لا، يجي عندي واحد بواحد وندرس الحاله ديال كل واحد بوحدو. حنا ما بغيناش هادشي، باش شنو خصنا نجيبو كلينكس نبداو نبكيو عليه ونطلبو فيه ونرغبو فيه باش هو يدير معنا هاد الجاست اللي هو هادشي ماشي جاست اصلا غيديرو معنا. هادي شي حاجه اللي هي خاصو يديرها، لان انا ملي كنجي نجيب عندك ولدي لا كونتر بارتي هي انك تشدو ليا من تجيو تشدو ليا النهار كامل، بيسكو ولدي انا عندي في الدار وانا اللي متحمله المسؤوليه ديال كلشي. دونك ما نخلصش لك انا 100%، نخلص لك النسبه اللي تلقيت انا ديال هاد لو سيرفيس. نحيد علينا الترونسبور ويحيد علينا النسبه من الخلاص ديال شهر 4 وشهر 5 وشهر 6، يعفينا منه. ملي دخلت عنده دابا حنا كنهضروا معاه قال لك اسيدي هو ما رابحش، ما كيربح حتى شي حاجه، ونجيب لكم مادام انا كنربح حتى شي حاجه. ما تعرف عليه في هذه الجائحه هذه ان الناس في المسائل القطاع الخاص كله تعاون مع الناس على قدر ما نوصل. هو قال لك لا احنا ما نتفاهم، ما غاديش نسمح لكم. انا جهدي 20% شهر 4 و20% شهر 5 و50% شهر 6 اللي ما كنقراوش، شهر 6 ما تنقراوش فيه الانشطه. راه ما يمكنش نخلصوا حنا هذا على ان شهر 4 وشهر 5 ولادنا ما كانوش كيقراو بالواتساب، حتى الطريقه باش كيقراو ماشي تربويه. لانه باش نقرا انا يصيفط لي ميساج في الواتساب فيه ربع ساعه ويحسب عليا 8 السوايع، راه ما جاتش ماشي منطقيه. دونك حنا كنطالبوا من هذا السيد هذا، حنا غنتعاونوا معاه، هذا تعاون معاه غنعطيو 50% شهر 4 و 50% شهر 5 شهر 5 وشهر 6 كنطالبوا بالاعفاء. البارح قال لنا غنوصل معكم الحل، عطيوني 24 ساعه وجيو غدا وغنتفاهم معكم نعطيكم القرار الاخر ديالي. دابا منين جينا لقينا القرار ديالو 20% شهر 4 و 5 ثلاثة تخلص عادي، و 40 و 4 و 5 20% و 6 50% والراود حتى هو يخلص عادي، حتى هو 20% و50% شهر 6. لا يعقل، ما تقبلناهاش. انا ما يمكنش عطيتيني تعليم عن بعد 50%، حتى انا غنعطيك 50%، لان انا النهار اللي درت معاك عقد درتو معاك على ولد ولادي غيجيو المدرسه. منين عندي في الدار كتعطيني شي واحد النسبه، انا غنعطيك ديك النسبه. وزاره التعليم خاصها تدخل وتحل بحال هذه المشاكل، هذا هو الوقت ديالها. هنا فين خاصها تدخل الوزاره وتحل المشاكل، هنا الناس من ضروره.